أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في أخبار اليوم ونشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم الأحداث للفن والفنانين. سيد زيان يرقص على أغنيته بعد غياب طويل وبالرغم من مرضه. تعرض محمد صبحي لإصابة مفاجأة ما فيش مشكلة خالص. عودة الثنائية الأحبة على الشاشة بعد غياب 8 سنوات. باسم يوسف في حفل إيمي: أنا عربي مسلم وعندما نضحك الشر يخسر. لميس الحديد تنتقد تأمين قضاها العريش، لازم يبقى فيه محاسبة. الحكم بالنفقة 15,000 جنيه لطفلي رانيا يوسف تطليقها المنتج محمد مختار. ظهر سيد زيان في فيديو وهو يستمع لإحدى أغنياته والتي هي أغنية الشعب في إحدى مسرحياته الكوميدية، وكبدها منسجما بكلمات الأغنية وحاول الغناء والرقص على أغنيته بالرغم من إصابته بالشلل النصفي منذ 10 سنوات. تعرض الفنان محمد صبحي لإصابة مفاجأة في الظهر والقدمين بعد تعثره أثناء نزوله من غرفة المونتاج إلى استوديو تصوير برنامج أعزائي المشاهدين ما فيش مشكلة خالص. ورفض محمد صبحي مغادرة الاستوديو وأصر على استكمال بروفات والجلسات لتحضير الحلقة القادمة. الثنائية الأحبة على الشاشة السينمائية كما آخر عمل جمعه تيمور وشفيقة منذ 8 سنوات ويعودان إلينا مرة أخرى بفيلم سينمائي جديد يحمل اسم هقتل 9. يعودان للعمل سويا في فيلم سينمائي سيشارك فيه عددا كبير من النجوم وأحمد السقا ومنى زكي ويسرى وشريف منير. حرص الإعلامي باسم يوسف على توضيح أصوله العربية وديانته الإسلامية خلال كلمته التي ألقاها في بداية حفل توزيع جوائز إيمي العالمية، مؤكدا أن الهدف من الاحتفال بالفنون والإبداع والضحك هو هزيمة الشر الذي يجتاح العالم، مستدلا بالأحداث الأخيرة في باريس ومالي وكينيا ونيجيريا وبيروت وسيناء. انتقدت الإعلامية لميس الحديدي خطة تأمين قوات الأمن لفندق إقامة القضاة المشرفين على عملية الانتخابات في العريش بشمال سيناء، مشددة على ضرورة إعادة التفكير في المنظومة الأمنية. قضت محكمة الأسرة بعابدين برئاسة المستشار وائل حجازي بنفقة 10,000 جنيه للصغيرين في الدعوة التي أقامتها الفنانة رانيا يوسف ضد طليقها المنتج السينمائي محمد مختار و5,000 جنيه أجر مسكن لها.